أعزائي المشاهدين، اليوم درسنا عملية بيع وشراء السيارات هون في السويد. لاحظت كثير منكم عنده نقص في المعلومات، كيف الشخص بيعرف مواصفات السيارة، بيدخل من خلال رقم السيارة. وهاي الملاحظة لاحظتها لأنه جربت أنزل سيارة للبيع ولقيت أغلب الأشخاص اللي حكوني كلياتهم ما عندهم ولا حتى فكرة بسيطة عن الموضوع. المهم ندخل على جوجل كالعادة، واحد جوجل حبيبي نكتب روجا، روجا أنا فورد، روجا أنا فورد كما هو واضح في الشكل. نضغط عليها، هون بتطلع لنا النافذة. هاي النافذة تحتوي على خانتين خيارين، هون بدنا نحط رقم السيارة، والرقم التحتاني بدنا نحط هاي الصورة المكتوبة هون أو الرقم المكتوب هون. نفترض ناخد رقم السيارة، طلع لنا هون المواصفات لهاي السيارة، حطيت رقمها، هذا الرقم السيارة اللي حطيته، وبيكون دائما مؤلف من 3 أحرف وثلاث أرقام. اللون، لون هون بيكون ما علمت، الموديل، موديل السنة سجل هون. شو كمان بهمنا؟ هاي السيارة وتسجيلاتها اللي ما كانت مسجلة، في شخصين ملكوها، هاي كمان شغلة مهمة، عدد الأشخاص اللي ملكت السيارة شخصين. هاي أول مرة مشيت في السويد، أراضي سويدية. هلأ بدنا نعرف قديش السكات السنة، أي في أمور كتير، في شي بيهمنا في شي ما بيهمنا، يعني كشاري وضع الشاري. سكات فير كيف ما عم سكات السنة. الأغلب هذا مو رقم، ما طلعت معنا رقم سيارة، طلع معنا رقم مثلي شرة. رح أرد أعيد المقطع أو أعيد العملية. سيارة محظوظين جوا، هاي رقم سيارة HTV 789. أنا أسوي ريفريش إجباري هو، لأنه أخذنا نوع تاني للسيارات أو سيارة أخرى. فبفضل عمل ريفريش لغير الرقم. طلعت مواصفات هاي السيارة اللي نزلناها هلا، رقم السيارة، نوع مازدا 323 4D، الموتور 1.8، كيف ما في نوع، اللون روم أخضر، سنة السيارة، موديل السيارة 1992. التاريخ اللي كانت موجودة في الاتحاد الأوروبي، وصار كم عدد الأشخاص اللي ملكوا السيارة، هون 5 عدد الأشخاص اللي ملكوا السيارة.
مشيت أول مرة في السويد، التاريخ ما بتهمنا، الأمور ما بتهمنا، أنا مركز على الأمور اللي بتهمنا. السكات كل سنة بتدفع عليها 1557، أي معلومة، كل سيارة بندفع عليها سكات، وهذا السكات يندفع لتحسين الطرقات الموجودة في السويد والمواصلات، وكمان لأن السيارة تفرز غاز ثاني أكسيد الكربون مشان البيئة. فبتدفع هاي السيارة 1557. العادي بيكون البنزين أرخص شوي من الديزل، الديزل بيجي أغلى بالنسبة للسكات، هذا أكيد بدك تدفعه سكات. وكمان بتدفع فورشيكينج، فورشيكينج هو عبارة عن تأمين، عندك 3 أنواع من التأمين، بس كمان إجباري هو، لأن واحد من الترافيك وهالفورشيكينج وهالفورشيكينج هاي بتختلف حسب الشركة، كل تأمين بيختلف عن الثاني، بيختلف سعره، بس شيء إجباري يكون كل سيارة اللي تمشي في السويد فيها بورشتين فيها سكات، ولا بتتخالف. هون باقي غير السكات، هون إنه ناخد عدد الأشخاص المسموح يكون في السيارة، هون الماكس 4، هون فرقانة هاي، وفينا ناخد كمان قديش بتحسن تحمل السيارة، هي 410، 410 أشخاص، 410 أمتعة، سواء أشخاص ولا أمتعة ولا شيء ولا أي شيء، فمع مجرد 410 كيلو غرام. وكمان هون إذا بدك تسحب ولاك شيء اسمه شريب شارجر أو عرباي، لازم لا يزيد وزن على 1890، 1890 تنجمع مع شو اسمه مع وزن السيارة، فبصير 2640، ما لازم يتعدى. هذا هو كل شيء بالنسبة لهذا الموقع اللي بعطيك معلومات على السيارات. هلا رح انتقل معكم عن سعر السيارة. اوكي، هلا نحن عرفنا معلومات على السيارة، قديش نحسن نقدر سعر السيارة. مشان ما ينضحك عليكم رح اقودكم على موقع هون عشان تعرفوا بالضبط قديش بتسوى السيارة. انا ما حافظ اسم الموقع، بس هلا رح اشرحلك. بيل بريست ريسر، بيل بريسر اسم الموقع، www بيل بريسر نقطة اس اي وتعمل اوكي، تلاقوا على جوجل كمان، هذا الموقع اي صفحة رئيسية له. رح نحط هون رقم السيارة كمان عشان ناخذ قديش بتساوي سعرها، إذا ما فيها أخطاء لازم يكون سعر السيارة بين 10 إلى 20 ألف، 10 إلى 20 ألف. وهون كمان أعطانا اسم السيارة والماركة تبعها، 1923، 1.8 محرك، موديل 92، أعطانا معلومات عنها. هذا كل شيء لحلقة اليوم، أتمنى أن تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله التوفيق للجميع.